تم اليوم عقد الاجتماع الخامس للجنة البيئة بمجلس الأمم الموقر وبمعيتي الدكتور عبد الله زيدان نائب المدير العام للشؤون الفنية. اجتمعنا بالإخوان لجنة البيئة عبر الاتصال المرئي الرئيس وأعضاء لجنة البيئة في مجلس الأمم الموقر، وتباحثنا في أهم القضايا البيئية منها قضايا جليب الشيوخ وكذلك قضايا مدينة صباح الأحمد والتأثيرات السلبية على مجاري الأمطار في جول الكويت وكيفية معالجة هذه القضايا. وبحمد الله تكاملنا مع الأخ وليد الغانم الوكيل المساعد في وزارة الأشغال العامة للوصول إلى أفضل الحلول البيئية اللي ممكن من خلالها ساهم في رفع الشأن البيئي في دولة الكويت. كل الشكر لهم على تعاونهم، وإن شاء الله مستمرين في دعم الشأن البيئي في دولة الكويت بإذن الله. قوام الله.